السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه بوصفات ان شاء الله تعجبكم، وهنبتديها باول وصفه هي مكرونه. بس انا من عشاق البتنجان، والبتنجان والمكرونه بيتاكلوا مع بعض كتير جدا، وفي وصفات كتير جدا خصوصا ايطاليه بتتعمل بالبتنجان والمكرونه مع بعض. فاحنا النهارده هنعمله بطريقه لذيذه طعما وشكلا. تعالوا نشوف هنعمل ازاي قالب المكرونه والبتنجان. علشان نعمله عايزين مكرونه سباجيتي مسلوقه، عايزين 250 جرام لحمه مفرومه، 1 بصل، 2 كوب عصير طماطم، 1 معلقه كبيره صلصه، 2 معلقه صغيره زعتر ناشف، 1 مكعب مرق، 3 معالق كبيره زيت زيتون، وعايزين بتنجان متقطع بالطول ومشوي، وللوش عايزين رمان وعين جمل مجروش وشبت. فاول حاجه هنعملها عايزين نعصج اللحمه بتاعتنا. فعلشان نعصج اللحمه هناخد زيت الزيتون، هنعصج اللحمه عادي ونعمل الصوص بتاعتنا. ناخد البصل البس جلافز. البتنجان يا جماعه عندكم حاجه من الاثنين، يا بتقلوه يا بتشوه، بس هو الصراحه شوي بيبقى شكله لذيذ، يعني الخطوط دي اللي بتبقى في الشوي بتديله طعم لذيذ قوي وشكل لذيذ جدا، يعني الشوي بيبقى فيه طعم حلو. فالوصفه دي بيبقى حلو معاها المشوي اكتر من المقلي. بس في وصفات طبعا بيبقى المقلي هو لازم، يعني زي المقلوبه مثلا لازم تبقى البتنجانه مشويه مقليه مش مشويه. هنقلب شويه البصل. هنعوز بقى برضو ممكن لو تحبوا نحط جبنه في قلب المكرونه من جوه برضو بتبقى حلوه. ليه لا، خلينا نحط جبنه، حط لنا شويه جبنه موتزاريلا في الحشوه. ممكن لا، بس زي ما انتوا عايزين يعني، بس اعتقد بالجبنه هتبقى حلوه. هنحط دلوقتي لحمه مفرومه، ونقلبها تقليبة كده حلوة لغاية ما تتحمر معانا. جيتوا بقى للمرحلة دي اي حاجة حابين تضيفوها بتقدروا تضيفوها، يعني حابين تضيفوا مشروم مثلا، حابين تضيفوا فلفل الوان، حابين تضيفوا اللي انتوا عايزينه تقدروا تضيفوه. بنقدر نبدل الزعتر بريحان كمان، برضو الريحان بيبقى حلو جدا في الوصفة دي، فبرضو زي ما تحبوا، كل دي حرية شخصية. وانا يعني طول ما انا بطبخ بقول لكم على ببائل، بقول لكم ممكن نشيل ايه ونحط ايه، طبعا في حاجات اكتر بكتير من اللي انا بقولها، بس بحاول ان انا يعني ما نخليش الاكله لو في مكون مش موجود في البيت مثلا برضو بنقدر نمشيها عادي. شويه ملح وشويه فلفل عندنا بقى هنا دلوقتي، يا زعتر يا اعشاب ايطاليه يا ريحان، اي حاجه من الحاجات اللذيذه اللي بتدي النكهه الحلوه دي بنحطها علشان ننكه الصوص بتاعتنا. هنقلب كده لغايه ما تتحمر. عندنا بقى هنا المكرونه، تقدروا تستعملوا مكرونه سباجيتي زي ما احنا مستعملين، وتقدروا تستعملوا فيتوتشيني، بس دايما بفضل المكرونه تكون طويلة علشان خاطر لما نيجي نقلب القالب بتبقى نوعا ما ماسكة نفسها، مش زي المكرونات الصغيرة بتبقى ممكن يتهد القالب أكتر من لو حطينا مكرونة طويلة. وعندنا هنا الصوص الحمراء بتاعتنا، عصير طماطم، الطماطم الفريش بتفرق كتير عن ما لو حطينا طماطم عادية، فيعني بنحطها مع الصلصة بتدي طعم حلو جدا. هنقلب ده بقى كده شويه، خلاص اللحمه عندنا اتعصجت، بنقدر ناخد عصير الطماطم دلوقتي ونحطه. عايزين تضيفوا عليها صلصه، معلقه صلصه بتقدروا. طيب دي بقى هسيبها كده على النار شويه
مش أقل من تلت نص ساعة بسيبها على النار مع شوية مية، بسيبها تتسبك وتتسبك وتتسبك. أي نعم يعني هي دلوقتي بنقدر نستعملها، بس صدقوني لما بتسيبوها على النار تتسبك فترة أطول، صدقوني النكهات بتبرز أكتر والطعم فعلا بيختلف. فأنا دلوقتي هسيبها على النار تتسبك، وهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي الصوص بتاعتنا اهي بقالها تقريبا زي ما اتفقنا تلت ساعة تقريبا فضلت على النار. دلوقتي عندنا هنا المكرونة بتاعتنا، خلينا ناخدها نحطها في بولة اكبر عشان نعرف نقلبها علشان خاطر ما تبقاش الصوص كتير ونتحكم بيها. خلاص هنطفي دلوقتي على الصوص بتاعتنا، وهناخد دي كده هنا. عايزين بس نضيف مكعب المرق علشان ما حطيناهوش قبل ما نطلع هوا، قبل ما نطلع فاصل ما رضيتش احطه غير لما نرجع، فهنحط بس دلوقتي مكعب المرق كده ونتاكد ان هو داب تمام. تمام جدا. الجبنه يا جماعه بقى، الجبنه هتعمل ايه؟ الجبنه هتعمل لي حاجتين، اول حاجه هتديني طعم حلو طبعا اكيد، وتاني حاجه هتمسك لي المكرونه ببعضها، فبرضو لما نيجي نقلبها ان شاء الله مش هتبقى يعني انها تمسك نفسها هيبقى اكتر. تمام، ناخد بقى كده منها ونحط على المكرونة بتاعتنا. خلينا نشوف كده ايه الاخبار، وهنحط معاها الجبنة زي ما اتفقنا. ونقلب كده ونشوف ايه الاخبار عندنا. تمام، ممكن نحط بقيه الصوص في مجال ان احنا نحط بقيه الصوص اللي عندنا. ونقلب الكلام ده كله مع بعضه. احنا ما استعملناش لو تلاحظوا الصلصه، لان اللون عندي بتاع عصير الطماطم ممتاز، فمش محتاجه ان انا ازود عليه اي حاجه. ممتاز كده، الوضع لطيف جدا. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا كده المكرونه بتاعتنا اصلا بقت رهيبه يعني من غير ولا اي حاجه، تتاكل كده زي ما هي. طيب هنعمل ايه؟ هناخد دلوقتي القالب اللي احنا عايزين نحط فيه المكرونه بتاعتنا، سواء بقى كان مدور او مطول كده زي ده. انا جبت القالب بتاع الانجليش كيك، وهناخد كيس كده بنبطن بيه، يعني ده اختياري بس هو بيساعد. يعني هنبطن بيه القالب بتاعنا بالشكل ده، كيس غذائي طبعا من الاكياس بتاعت الطعام. وهنجيب البتنجان بتاعنا ونبتدي نحطه على الاطراف، هنحطه على الاطراف بس. مثلا بنحاول ان احنا نخلي كله يعني نفس يعني مثلا لو ابتدينا بالقطعة دي خليه كله بالمتساوي ده، يبقى كله متساوي تحت، يعني ما اعملش مثلا واحدة كده وواحدة كده، فهمتوا قصدي؟ مستدير من تحت وستريت من تحت، ما نعملش كده، خليه كله على نفس الشكل. تمام، هنبتدي بقى نحط قطع البتنجان بتاعتنا بهذا الشكل بحيث ان هما يغطوا لي القالب كله. عايزين نغطي القالب كله بالشكل ده.
بنديله حتة من تحت وحتة من فوق، يعني شايفين حتة من تحت كده، بصوا شايفين في حتة من تحت، شوفوا ايه. طيب معلش والله كنت عايزة اوريكم، بس الله بقى شوفوا، يعني مش على الطرف بالظبط واقفين، شايفين عاملة شوية كده، واخدين من القاع على القاع شوية. خلاص هنكمل بقى كل الحتة دي بالشكل ده، كل القالب بتاعنا هنعمله بالشكل ده. يعني ده اسمه كلام؟ تعالى كده هنا جننتني. وناخد الناحية التانية ونعمل نفس اللي عملناه، بحيث ان احنا بقى ايه نغطي القاع كله. ايوه كده اهو. وبعدين هنأمن بقى بزيادة، هنأمن بزيادة على ال ناخد دي كمان كده هنا بزيادة، ونحط كمان في القاع شوية علشان نبقى ضامنين ان كله اتغطى. احنا كده تمام دي، وناخد كمان واحدة بس واحدة. يكون شكلها حلو اهي. خلاص كده احنا ضمننا كل اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد من المكرونة بتاعتنا ونبتدي نحطها في النص هنا. مكرونة بالجبنة لغاية ما نملى كل الحتة دي بتاعتنا نملى كل القالب بتاعنا بالمكرونة. هنا لسه شوية خلاص تمام كده حلو جدا. خلاص هناخد بقى كمان كده دول كده نحطهم هنا كام واحدة كده علشان نقفل بس البتنجان بتاعنا، يبقى كله القالب متغطي بالبتنجان. خلاص خليني بس اجيب كده، هنقفل بقى ده كمان كده كل دول بالشكل ده. طبعا الكلام ده كله لازم يتعمل سخن، يعني يبقى القالب سخن، المكرونه سخنه، كله سخن سخن سخن، لاننا حاطين الاكياس. خلوا بالكم لو مش هتحطوا الاكياس وعايزين تدخلوها الفرن بتقدروا، يعني لو عايزين تخلوها كده من غير علشان تدخلوها الفرن حطيتوها، وعايزين تدخلوها الفرن ما تحطوش اكياس، ما تحطوش اكياس، ساعتها بقى ممكن تحطوا ورق زبده مثلا. خليها كده واخليها هنا، هسيبها بقى شويه انا كده تمسك نفسها. وخلينا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض كيكة الفانيليا والفراولة، كيكة سهلة وسريعة ولذيذة جدا، مش ممكن ما يحبهاش كل اللي هيدوقها. عشان نعملها عايزين كيكة فانيليا جاهزة. الكريمة عبارة عن كوباية ونص حليب، فانيليا نص كوباية سكر، 4 صفار بيض، 2 معلقة كبيرة نشا، و2 معلقة كبيرة دقيق، 50 جرام زبدة، وعايزين نص كيلو فراولة وكريمة مخفوقة. طيب أول حاجة هنعملها عايزين نحط الحليب هنا
شويه كده، وهحط معاه الدقيق والنشا، وهنحط السكر والفانيليا وصفار البيض، يعني بنحط كل حاجه. بس خلوا بالكم بقى انا عملت ايه، بس الحاجه اللي عملتها ان انا بحطه على كميه الحليب مش كامله، علشان يبقى سهل بس واحنا بنقلبهم مع بعض. هقلبهم بس مع بعض لغايه ما كل الحاجات دي تختلط كويس جدا. كله يختلط كويس، بس احس ان كله اختلط كده بروح حطاله بقيه الحليب وعلى النار. ده بقى بنخليه على النار كده مع التقليب لغايه ما تبتدي تتماسك. في ناس زي ما قلت قبل كده بيعملوه بطريقه التمبرينج بتاع البيض، اللي هو بيسخنوا الخليط كله من غير البيض، بيبقى البيض بره، وبعد ما بيبتدي الخليط يسخن بياخدوا شويه من الخليط وهو سخن بيحطوه على صفار البيض ويقلبوا لغايه ما يوصلوا البيض لحراره الخليط، وبعد كده بيروحوا حاطينه هنا. انا الصراحه ما لقيتش فرق بين طريقه ان هم يتعمل كده او ان هو يتعمل كده. الطريقه اللي قلت لكم عليها بتاعت التامبرنج دي هي دي الطريقه المتعارف عليها عند البروفيشنال، بس يعني ما لقيتش فرق الصراحه، فبعمله بالطريقه دي بتريحني واسرع. فهنقلب كده لغايه ما يبتدي الخليط عندنا يجمد. عندنا هنا كيكه فانيلا، وكيكه الفانيلا عايزين لها عايزين بوله تكون دي يمكن مقاسها صغير، عايزين بوله زي دي علشان نقطع الكيكه بحيث انها تبقى اصغر من الطبق اللي احنا هنقدم فيه، يعني عايزينها عايزين الكيكه اصغر شويه من الطبق اللي هنقدم فيه. هنفضل كده نقلب لغايه ما تبتدي تتخن. تمام، اول ما تتخن معانا الكاسترد بتاعنا هقول كريم باتيسيير، بس هو طبعا فيه دقيق وده ما بيتحطش للكريم باتيسيير، بس يعني ما احنا عارفين انه ما بيتحطش، بس احنا حطيناه كده كنوع من التغيير. كمان هنحط زبده، هنحط معاه زبده، ولو مش موجود اصلا عندكم نشا بتقدروا تستعملوا كله دقيق. هنقلب بس شويه كده، اول ما يبتدي يتخن هنحط الزبده ونسيبه يبرد، بعدين نروح نشوف هنعمل ايه. هو ابتدى يسخن اهو، فمعنى كده ان هو هيبتدي، لو حسيتوا ان في اي حاجه مكلكعه كلكعت فيه، عندكوا طريقتين، يا اما بتصفوه يا اما بتضربوه في الخلاط زي ما تحبوا. تقليب تقليب تقليب، ابتدى يسخن هو اهو على فكره، فخلينا نقلب، ما تشيلوش بقى ايديكوا في المرحله دي لان خلاص ابتدى يتخن. جاهزين بالزبدة بتاعتنا، شايفين ازاي ابتدى يتخن اهو، ولا كلكيعة ولا اي حاجة، بصوا الجمال. بس لو حصل وكلكع منكم زي ما قلتلكوا، يا بتصفوه يا بتضربوه في الخلاط زي ما انتوا عايزين. اهو شوفوا، بصوا بصوا بصوا، شايفين ازاي ابتدى يتخن؟ بس يبقبق له كده بقبقتين، خلاص شوفوا اهو اهو، شايفين الجمال اهو. تمام، بنشيله بقى من على النار وبنحط عليه الزبدة اللي عندنا وهو سخن طبعا، وبنقلب وكده هو جهز عندنا. احنا طبعا عايزينه
بس بتدوب الزبده، عايزينه يبرد بسرعه، فهناخده نحطه في حاجه تكون واسعه علشان خاطر هو ده اللي احنا هنشتغل بيه. هناخده نحطه كده هنا مثلا، ونستنى عليه كده. وزعه كده هيبرد ايه على طول، لانه محطوط على حاجة مفرودة واسع، فهيبرد ان شاء الله بسرعة علشان نقدر نشتغل بيه. السباتولا دي اختراع رائع رائع، بصوا قد ايه طلعت. تمام جدا خلاص. هناخده ده بقى يا جماعة، غطوه بنايلون مباشرة على الكاسترد بتاعنا، مباشرة على الوش عشان يبرد أسرع. تمام، وما يعملش أسفة علشان ما يعملش قشرة، غطوه بالنايلون علشان خاطر ما يعملش قشرة على الوش وهو بيبرد. اوكي، بس احنا قلنا زي ما قلنا الكمية قليلة وهو هيبرد بسرعة معانا. طيب هناخد دلوقتي بولة، احنا مثلا ده الطبق اللي هنقدم فيه، فانا عايزة حاجة اصغر منه، فدي كده ممتازة اصغر من المقاس بتاع قطر الطبق، فانا هقطع الكيكة بالمقاس ده. ناخد الحاجات دول نشيلهم ونجيب السكينة بتاعتنا ونبتدي نقطع الكيكة على المقاس اللي اتفقنا عليه. نحطها كده هنا ونقطعها. ده طبعا بقى بنقدر نعمل بيه بولز، كيك بولز، بنعمل بيه حاجات كيك بوبس، بنعمل بيه حاجات كتير جدا. خلينا نروح نشوف ده. خلاص احنا هنعمل ايه دلوقتي بقى، هناخد الطبق بتاعنا وهناخد الكيكة بتاعتنا. خلينا بس ايه نشيل كده القشرة، مع انها مش هتبان يعني، ولكن زي ما كنا متعودين نعمل في المحل بنشيل دايما القشر بتاع الكيك. هناخد الكيكة بتاعتنا وهنقطعها، ممكن نقطعها لثلاث قطع مثلا او قطعتين حسب انتوا عايزين قد ايه تحطوا طبقات. ادي كيكة وادي الكيكة التانية، كده بقى عندنا ثلاث طبقات. تمام، هناخد اول طبقة وهنحطها كده هنا في النص، وهناخد الفراولة اللي عندنا وهنبتدي نحطها داير ما يدور الكيكة. اوكي، يعني كده شايفين كده كده، هحط الكيكة كلها بالشكل ده هنا كده. ودلوقتي خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل، اكون انا فردت الفراولة بتاعتنا كلها حوالين الطبق، ونكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل الكيكة بتاعتنا بقى في الطبق، هنكملها مع بعض عشان تشوفوا قد ايه بيطلع شكلها لذيذ وهي سريعة جدا، لان ممكن انتوا حتى ده تستعملوه جاهز، يعني ممكن تجيبوا الكاسترد جاهز عادي جدا مفيش اي مشكلة. طيب اول حاجة هنعملها، هناخد ممكن بقى نحط طبقات من الكريمة ومن الكاسترد، وممكن تحطوا بس طبقة كاسترد، يعني زي ما انتوا عايزين تعملوا ايه. انا حبيت احط شوية صراحة كريمة، فهناخد الكريمة. بصوا هنمشي عليها ازاي، هنمشي عليها بين الفراغات اللي موجودة في
الطبق علشان الفراولة علشان خاطر ما نخليهاش مغلوشة كده، يعني شكلها كده لذيذ. بصوا يعني كده، شايفين كده، شايفين ازاي كده بملى الفراغات وبطلع فوق علشان ما بوظش شكل الفراولة، كده شكلها لذيذ. شايفين بعمل كده، ده كده هيخلي الفراولة تفضل نوعا ما محتفظة بشكلها، الرصة اللي احنا رصيناها يعني. كده اهو، واخر واحده هنا كده، وبعدين بقى بنحط في النص شويه ممكن نحط شويه كده بالمعلقه في النص، والباقي بنحطه في الكيس علشان نحط على الوش. بصوا بقى كده بنفرد شوية كده، حلوين كده اهو. وبعدين هنجيب تاني كيكة، شوفوا كده عملناها مرتبة شكلها حلو ازاي، شايفين. ناخد بقى دلوقتي كيكة تانية ونحطها كده هنا، ممكن ناخد دي عشان ارفع شوية، والتانية برفعها برضو شوية، خليهم ارفع شوية علشان نقدر ايه نحط الطبقات اللي احنا عايزين نحطها. يلا نحط دي. حابين بقى تحطوا كمان طبقة من الفراولة فوق كمان مرة، بتقدروا تعملوا كده برضو بتطلع لطيفة. هناخد دلوقتي بقى الكاسترد بتاعنا اللي برد وهنحطه كده هنا، ونحط هنا في النص برضو. ونفردهم، نفرد دي كده. عايزين تحطوا بقى كيك تاني اوكي، عايزين تقفلوا بقى على كده وتحطوا الكريمة، خلاص تمام زي ما تحبوا. احنا علشان بس الوقت هنقفلها كده ونحط الكريمة على الوش، وكده تبقى خلصت الوصفة بتاعتنا. زينوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها، يعني مفيش اي ايه حاجة معينة. نجيب بقى الفراولة ونحط كده قطع فراولة على الوش، او ممكن نحط بس كده هنا. لسه عندنا وصفة، استنوا هنعمل مع بعض لسه كمان وصفة سريعة ولذيذة، وهنقلب المكرونة كمان. خلاص كده تمام،
وآخر واحدة. تمام خلاص كده تمام. ممكن نحط بقى في النص كده ورد، او نحط ورد هنا داير ما يدور زي ما، او فستق مثلا زي ما انتوا عايزين. ده كده شكلها زي ما انتوا شايفين، لذيذ جدا وطعمها طبعا لذيذ والكل هيحبه. طيب خلينا دلوقتي نعمل وصفه كمان تانيه برضو لذيذه وشويه غريبه، يعني انا بحب اعمل حاجات دايما كده تكون فيها تجديد علشان تحسوا كده ب يعني ان احنا عملنا حاجه جديده، قدمنا حاجه جديده لضيوفنا، قدمنا حاجه جديده لعيلتنا. فهنعمل النهارده وصفه حراقه شويه ولكن لذيذه جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل فلفل حراق محشي بخلطه الجبنه. ازاي هنعمله؟ هقول لكم حالا. علشان نعمل الفلفل الحراق بحشوه الاجبان عايزين رول باف بيستري، 10 فلفل حراق نفس الحجم، 1 كوب جبنه كريمي، 2 كوب جبنه تشيدر مبشوره، 1 معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره بودره ثوم، ملح وفلفل. هنعمل صوص كمان للتقديم عباره عن كوبايه من الساور كريم ومعلقه كبيره كزبره مفرومه، ملح وفلفل، معلقه صغيره بودره ثوم، بودره بصل، 2 معلقه صغيره ليمون، وبيضه لدهن الوجه وسمسم للوجه. نجيب بقى بوله ونبتدي نخلط الاجبان بتاعتنا. هنحط كل الحاجات اللي عندنا، عندنا الجبنه الكريمي دي الساور كريم بتاعت الصوص، هنحط الجبنه الكريمي والجبنه المبشوره بودره الثوم بقى وبودره البصل. عندنا ايه هنا؟ خلينا نشوف، بودرة ثوم، بودرة ثوم والبابريكا بس خلاص، وشوية ملح وفلفل، شوية ملح وشوية فلفل، الباقي بقى للصوص بتاعتنا. هنقلب الكلام ده وهناخد الفلفل بتاعنا وهنقطعه من النص بالطول على قد ما هي بسيطة مكونات الجبنة دي، بس طعمها لذيذ جدا جدا جدا. طيب هناخد دلوقتي الفلفل بتاعنا وهنقطعه بالطول زي ما اتفقنا بهذا الشكل بالراحة خالص كده. عايزين طبعا تعملوه بالمقاس الصغير برضو ممكن زي ما انتوا عايزين، نوصل للآخر عشان نفضل محتفظين بالشكل، وبعدين نشيل القلب بتاعه كده بالراحة. نفضيه تمام كده. وبعدين هناخد المعلقة وهنبتدي نحشي الفلفلة بتاعتنا بخلطة الأجبان. نحط كده هنا خلطة الأجبان اللي عندنا ونوزعها كويس على الفلفلة بتاعتنا. عايزين تحطوا على الوش بقى سمسم، حبة البركة، مش عايزين تحطوا حاجة خالص زي ما انتوا عايزين. وحتى كمان هنا. طيب بعد ما خلصنا الحشوة اللذيذة بتاعتنا دي هنعمل ايه؟ اهي هناخد اهي، بصوا اهي، هنعمل بقى كده في كل كمية الفلفل اللي عندنا، وبعدين هنروح على الباف بيستري وهنعملها شرايط. هنعمل الباف بيستري اللي عندنا شرايط كده، لو ما قلتوش من الكبيرة دي عادي بتقدروا تجيبوا الصغيرة مفيش مشكلة، بس طبعا الكبيرة اكيد اسهل في الشغل. هنقطعها كده لشرايط ناخدها، وهنبتدي نلف العجينة بتاعتنا بالشرايط دي يعني كده، شايفين كده اهو كلها كلها بالشكل ده كده، ونكمل
لغاية ما نخلص كل الفلفلة بتاعتنا. بعد ما بنخلصها كده كلها بالشكل ده بيبقى ده شكلها، بناخدها بندهنها بشوية بيض، ويا إما بقى بتحطولها سمسم، يا إما بتحطولها حبة البركة، يا إما بتسيبوها سادة زي ما انتوا عايزين، وبس تخلص بيكون ده شكلها بعد ما بتدخل على الفرن، بيكون ده شكلها. ودلوقتي بس هنعمل لها بسرعة كده مع بعض الصوص بتاعتها، عايزين حاجة نقدم فيها الصوص. نجيب معلقة ونحط كل المكونات اللي عندنا، عندنا الساور كريم، وعندنا بودرة الثوم وبودرة البصل، وعندنا الكزبرة الخضراء، وعندنا الليمون، وهنقلب الكلام ده بقى كله مع بعض. وده هيبقى لو لقيتوها كتير سميكة بتقدروا تخففوها بشوية حليب مثلا، او بشوية ممكن تحطوا لها زبادي كمان لو عايزين، يعني تقدروا تخففوها لو حسيتوها تخينة، ممكن تخففوها بشوية مية برضو لو حبيتوا كده. تمام التمام، خلينا بس بقى ننظف الطبق كده ونقدمه هناك. وكده احنا خلصنا، ناقص بس نعمل المكرونة بتاعتنا. دي كده هنا جنبها كده. ودلوقتي خلينا نشوف المكرونة بتاعتنا، نحطها كده هنا. بسم الله، زينا بقى بشوية رمان كده عشان اللون على الوش، شوية بس كده، بس عشان اللون مش اكتر يا جماعة، بس هو اكيد برضو بيبقى طعمه حلو لان الرمان بيليق على البتنجان. نحط شوية عين جمل ونحط شوية من الورق الاخضر، طبعا الاخضر دايما بيدي شكل جميل، ممكن تحطوا شبت لو عايزين، ممكن تحطوا نعناع زي ما انا حطيت، زي ما تحبوا. وكده نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا للنهارده، عملنا لكم فيها وصفات بتمنى انها تكون عجبتكم. عملنا لكم المكرونه اللي بالبتنجان لكل عشاق البتنجان وانا منهم اكيد، هتعجبكم جدا الوصفه دي. حطينا جوه المكرونه السباجيتي مع صوص الطماطم واللحمه، وحطينا معاها جبنه، وكمان حطينا بعد كده بتنجان مشوي، والبتنجان بطلنا بيه القالب بتاع الانجليش كيك عندنا، وبعدين حطينا المكرونه في النص ومع الجبنة، وبعدين قلبناها زي ما انتم شايفين، وده شكلها كده لذيذ جدا. عملنا كمان معاكو الفلفل الحراق بخلطة الأجبان، محشي بخلطة الأجبان، ولفناه بالباف بيستري، وده برضو شكله لذيذ جدا، وقدمنا جنبه صوص من الساور كريم. عملنا كمان معاكو كيكة الفراولة اللذيذة اللي انتم شايفينها دي، عملناها بالكاسترد وبالكريمة، وصفة سهلة جدا ولذيذة جدا وكل هيحبها، وهي محشية من جوه كيك. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة، عندنا إعادتين، إعادة الساعة 8 بالليل وإعادة الساعة 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.